تتوالى نجاحات انتقال شعلة الأمل من إمارة لإمارة، بدءاً من استقبالها في مطار أبوظبي العاصمة إلى الفجيرة وإلى رأس الخيمة وإلى أم القيوين وعجمان، اليوم في إمارة الشارقة الباسمة. إمارة الشارقة متحضرة بشكل كبير ورائع، أسوة بالإمارات التي سبقتها، وها هي اليوم نحن في حديقة المجاز، هذا المكان الرائع يعني الأخاذ، واللي بعد يعني دقائق إن شاء الله محدودة بنستقبل شعلة الأمل مع رياضيين يعني بيكونون متواجدين هنا في هذه الساحة الكريمة، وبمشاركة كبيرة من فعاليات من مجتمع إمارة الشارقة. نتمنى للجميع التوفيق وأن تكلل هذه النجاحات وهذه الانطلاقة إلى تاريخ 14 في العاصمة مرة ثانية أبوظبي مدينة زايد الرياضية بكل نجاح وبكل يسر. نسأل الله العافية ونسأل الله التوفيق، ونسأل لمنتخباتنا الوطنية في هذه البطولة العالمية الكبيرة والتي تحظى باهتمام كبير على كافة الصعد بكل توفيق وبكل نجاح. أتمنى لكم دوام التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.